مرحبا حبيبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلوة جدا سهلة وبسيطة وما بتاخد وقت معنا بالتحضير. شكل عن جد بيحكي عن الطعمة، كتير كتير لذيذة ورائعة. تعملوها اول مرة وبتحبوا تعملوها على طول هيدا الحلو بحشوة كتير روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي حطيت نقطة زيت كتير صغيرة بالقالب، بدهن القالب بزيت نباتي. بس دهنت القالب منيح بالزيت، هلأ بحطه على جنب. عنا هون شوكولا بدوبن بالميكروويف أو على البخار حسب ما أنتو بتحبوا. بس دوبت الشوكولا وصاروا بهيدا الشكل، هلأ بدي أحطهم بالقالب. ممكن تستعملوا اي قالب متوفر عندكم بس يكون ما بيلزق. بمدهم بالقالب بوزعهم. بعد ما حطيت الشوكولا بهيدا الشكل بالقالب بهيدي الطريقة، هلأ بحطها بالفريزة. وعنا هون 240 ملي حليب، 120 ملي لكل ظرف. عنا ظرفين كريمة، بدنا نخفق الكريمة. نخفق الكريمة على سرعة عالية. بعد ما خفقتهم حوالي 3 دقايق، هلأ بكفي بحط فوق الكريمة ملعقة طعام 100 جرام جبنة ماسكربوني. إذا ما متوفر عندكم جبنة ماسكربوني ممكن تستبدلوها بعلبة قشطة. كمان بحط حوالي 2 ملاعق طعام عسل. برجع بخفقهم مع بعض على سرعة خفيفة. خفقتهم حوالي دقيقة. بحط الكريمة على جنب. عنا مربى فريز، بدي احط بكيس الكريمة من المربى. ممكن تحطوا اي مربى انتو بتحبوها. حطينا حوالي 3 معالق طعام مربى الفريز الفراولة. حطهم على جنب. هيدا قالب الشوكولا بعد ما حطيته بالفريزة وجمدت الشوكولا عنا. حط اول شي بالكريمة شوكولات تشيبس. خلطهم. بنخلطهم مع بعض. فوق الشوكولا بالقالب. بحاول قد ما في نعملهم نفس المستوى. طريقة حلو كتير بسيطة سهلة بس بتاخد معنا دقة بالتحضير شوي. بس مديتهم بهيدا الشكل نفس المستوى، هلأ بحط المربى. بوزع شوي. كمان برجع بحط عليها كريمة.
بستعمل الملعقة أفضل عشان بدي الكريمة ما تزيد عن الشوكولا. بس مديت الكريمة بالقالب بهيدا الشكل على سوا الشوكولا، هلا بحطهم برجع بالفريزر حوالي ساعة. هيدا القالب بعد ما حطيته ساعة بالفريزر، هلا بدنا نشيل القالب، نفصل القالب عن الشوكولا قد ما فينا على رواق عشان الشوكولا ما تكسر معنا. هيدا الكيك اللي عملته أنا وياكن، كتير كتير روعة وبسيط. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكن، وإن شاء الله بشوفكن بالفيديوهات الجاية. باي أحبابي.